تواصل فعاليات احياء الذكرى الاولى لاستشهاد الزعيم صالح ورفيقه الامين وشهداء انتفاضه الثاني من ديسمبر. الميليشيات الارهابيه بين المشاركه في مشاورات السويد واستمرارها باستهداف المدنيين وتحويل منازلهم الى ثكنات. القوات الحكوميه تسيطر على مواقع جديده في عقبه مران بصعده وتبت عيلة في الضالع. حياكم الله. مثلت انتفاضة الثاني من ديسمبر التي أعلنها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح في وجه الميليشيات الكهنوتية نقطة تحول في تاريخ اليمن وبداية لنهاية مشروع طائفي سعت الميليشيات لتنفيذه في اليمن خدمة لأجندات إيرانية بعد أن بلغ الأمر مدى مع الجماعة وفشلت الحوارات المتتالية والتنازلات المتلاحقة وتغاضي المؤتمر الشعبي العام عن انتهاكات فئة باغية لا تتقن سوى القتل ولا تجيد سوى الخراب والتدمير. يا جماهير شعبنا انتفضوا لثورتكم. وانتفضوا لوحدتكم. أحيا ملتقى الرقية والتقدم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه عارف الزوك الأمين العام للحزب وعدد من مرافقهم على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية. وفي الحفلة أكد العميد يحيى صالح فداحة الخسارة التي خسرتها اليمن باستشهاد قائد الوطن الزعيم صالح والذي كان أبا لكل اليمنيين والذي قاد البلاد في أحلك الظروف وتحمل مسؤوليته بكل أمانة وصلابة وشجاعة. وأشار إلى أن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح كان يرى الشعب أسرته الكبيرة التي يعمل من أجلها ليل نهار وكان يحث أفراد أسرتي دائما على التماهي مع حياة البسطاء من أبناء الشعب. وأشار يحيى صالح في كلمته إلى الحكمة التي تميز بها الزعيم علي عبد الله صالح طوال فترة حكمه ولم تنل 3 عقود من الحكم من بساطته وانتمائه للطبقة الاجتماعية المكافحة والمناضلة من أبناء الشعب اليمني العظيم. تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية حربها العبثية التي شنتها ضد اليمن لتنفيذ مشروعها بناء على إملاءات إملال إيران فيما يدفع الشعب اليمني فاتورة نهج الميليشيا الدموية والتدميرية. في الموقع يعني أشياء متعددة يعني جربنا ساخر والحمد لله نعمة كبيرة نشكر الله. سعت جماعة الحوثي الإرهابية للانقضاض على الجمهورية وإعادة سلطة الإمامة البائدة التي قضى عليها الشعب اليمني إلى الأبد في 26 سبتمبر 1962. فانتهجت الأسلوب الدموي وإرهاب الخصوم مقتفية أثر أجدادها سلطة الكهنوت الإمامية وبعد استعداد وتنسيق مسبق مع إيران باشرت ميليشيات الحوثي عدوانها على المواطنين في العام 2004 تمردت على الدولة رافعة السلاح والعنف وخاضت حربا شعواء ضد الوطن أسفرت عن مقتل زهاء 30,000 يمني دون ما ذنب سوى أن الحوثي ومن ورائه إيران أرادوا ذلك متخذين من اليمن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ومنطلق لبسط الفوضى متسلحين بالعنف ومستغلين للتسامح الذي جسده الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه. وإلى جانب نهجها الدموي كانت جماعة الحوثي تسابق الزمن في أدلجة المجتمع من باب الدين حيث نقطة ضعف اليمنيين على مر العصور الباب نفسه الذي ظلت الإمامة قديما وحديثا تلج منه لدفن أبناء سبع وحمير وإبعادهم عن واقعهم الحضاري والإنساني إلى خرافة الولاية والسلالة والزج بهم في حروبها العبثية. الاتجاه الدموي لجماعة الحوثي الإجرامية
لا يهدف إلى السيطرة على الحكم، فتهيأت لجماعة الحوثي الإرهابية وباتت في غفلة من أبناء اليمن مسيطرة بقوة السلاح على العاصمة صنعاء، وصار القرار بيد الجماعة الظلامية. لكن المخطط أكبر من السيطرة على اليمن، فمشروع إيران تدمير المنطقة برمتها من خلال إيجاد ميليشيات دموية تكون بمثابة شوكة لإعاقة أي نظام من القيام بواجبه نحو الشعب والتضامن العربي. ووفقا للواقع، فإن ميليشيات الحوثي الإرهابية سعت بكل قوة لملشنة الدولة، فألغت الدستور وصرحت منتسبي الجيش والأمن وعينت أتباعها وخصوصا المنتمين لسلالتها لقيادة مؤسسات الدولة، فضلا عن نهبها لمخزون البلد وموازنة الشعب. وسارعت في تنفيذ سياسة التطفيش للموظفين عندما نهبت مرتباتهم وزجت بالمئات من عناصرها لشغل وظائف باتت معطلة تماما عن الخدمة، ناهيك عن نواياها التدميرية في تزييف عقول الأجيال من خلال تدمير التعليم بشكل ممنهج وتسميمه بأفكار مستوردة تخدم مشروعها المقيت الذي يهدف إلى تدمير اليمن، ليتسنى لها ولأسيادها في طهران تمرير مخطط شيطاني لتدمير المنطقة. غير أن أوفياء اليمن ومعهم الأشقاء العرب وقفوا وبحزم ضد مشروع الفتنة الحوثية، وبالتالي فإن إجراءات الميليشيات ما هي إلا نقطة سوداء في التاريخ سيظل اليمنيون يتذكرونها جيلا بعد جيل. مثلت الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990 محطة فارقة في تاريخ اليمن المعاصر لإعادة لم شمل البيت اليمني بعد سنوات من الفرقة والشتات. 22 مايو 1990 يوم مفصلي في تاريخ اليمن المعاصر، تمثل بإعادة تحقيق الوحدة بين شمال الوطن الذي كان يطلق عليه الجمهورية العربية اليمنية وجنوب الوطن الذي كان يطلق عليه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ليعاد مزج الجغرافيا والنسيج الاجتماعي اليمني في ثوب واحد، وهو الوحدة التي قامت على أسس القومية اليمنية تحت مظلة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية. هذه اللحظة التاريخية سبقها إرهاصات عديدة قبل تحقيقها، أبرزها التوقيع على اتفاقية الوحدة الاندماجية بين الرئيسين حينها علي عبد الله الصالح وعلي سالم البيض في 30 نوفمبر 1989 كضرورة حتمية لتحقيق الحلم الذي طالما رود اليمنيين في شطري البلاد وقياداته. أخواني وأبائي وزملائي في مجلس الشورى، هذه المسؤولية التاريخية، والذي بإقرار هاتين الاتفاقيتين يتم إعلان الجمهورية اليمنية يوم غد الساعة 12 ظهرا ترتفع الأعلام علم الدولة اليمنية على كل المؤسسات والهيئات. وأنه لشرف رفيع وفخر كبير هذا الذي خص به التاريخ أعضاء مجلس الشعب الأعلى الحاضرون هذه الدولة التاريخية التي بها يختتمون فصلا طويلا من تاريخ التمزق والتشتت والانفصال، ويدشنون في نفس الوقت عصرا جديدا ووضاعا من تاريخ الشعب اليمني العظيم. توجت بالإعلان الرسمي للوحدة ليرفرف علم اليمن الموحد شامخا في سماء عدن الباسلة في 22 مايو 1990، واعتبار علي عبد الله الصالح رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض نائبا لرئيس الجمهورية اليمنية.
وقد مثلت الوحدة اليمنية نقطة تحول مهمة واستراتيجية في تاريخ اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وفرصة كان يحلم بها جميع أبناء الشعب اليمني العظيم، بعثت في قلوبهم الأمل في التقدم نحو الوحدة العربية الشاملة التي نص عليها الهدف الخامس من أهداف ثورة 26 سبتمبر الخالدة. كما مثلت الوحدة اليمنية حدثا عظيما وحقيقة بعد أن كانت حلما وأصبحت واقعا منشودا تغلبت على كل المؤامرات التي حيكت ضدها من داخل الوطن وخارجه بهدف إفشالها، وفعلا تحققت بفضل الله تعالى وبعزيمة قيادة حكيمة شاءت الأقدار أن يكون بطلها الشهيد الزعيم علي عبد الله الصالح والرئيس علي سالم البيض، ومن ورائهما إرادة شعب يتوق إلى الحرية والانعتاق من مخلفات الكهنوت الإمامية البائد والاستعمار البريطاني البغيض والانصهار في بوتقة عزف سمفونية المحبة والإخاء والوئام وأنهت حقبة التشظي والتشرذم والخصام. لقد جعلت الوحدة اسم اليمن بارزا في المحافل الدولية في مختلف المجالات، حيث سعت اليمن لإحلال السلام في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي من خلال مواقف صلبة وواضحة وصريحة وتجنب كل ما من شأنه إراقة الدماء والفرقة والشتات، وبالتالي اعتبرت شريكا أساسيا للعالم كله في مجال مكافحة الإرهاب، وأسهمت الحكمة اليمانية إسهاما كبيرا وجادا في إنهاء كل المشاكل الحدودية مع دول الجوار بحلول ودية سلمية أخوية بعد أن كانت من أكثر المشاكل تعقيدا في المنطقة بفضل الحنكة والحكمة التي كان يتمتع بها الشهيد الزعيم علي عبد الله الصالح باني نهضة اليمن الحديث. يواصل الأبطال من المقاومة اليمنية والقوات الحكومية في مختلف الجبهات كسر المحاولات للميليشيات المتكررة لاستعادة المناطق التي خاصرتها عاقدين العزم على دحر الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتواصل استهداف المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية في مشاورات السويد قائمة. استمرارا لانتهاكاتها الإنسانية وتدميرها للبنى التحتية أقدمت ميليشيا الحوثي على تحويل المدن إلى معسكرات وتتخذ من المواطنين دروعا بشرية لها، حيث قامت بتحويل منازل المواطنين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية وحفرت فيها الخنادق لتتنقل من مكان لآخر، وقامت بتشريد العائلات منها إلى مناطق نائية مستخدمة تلك المنازل كمواقع عسكرية تستهدف منها الأحياء السكنية والمساجد في المناطق الأخرى. ميليشيات الحوثي تحول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية في الساحل الغربي، يتحدثون عن مكارم الأخلاق وها هي مكارم أخلاقهم. هذه أثاث المنزل ما تبقى منه، وهذا هو ما تبقى من عتاد ميليشيات الحوثي. أهل هذا المنزل مواطن، منزل بسطاء، وتواصل الميليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مدينة الحديدة من خطف واعتقالات وقتل بدون وجه حق آخرها، استهداف مبنى سيتي ماكس التجاري الذي كان يغطي أغلب احتياجات السوق من بضائع تجارية، في المقابل تتكبد خسائر متلاحقة في الجبهات المختلفة.
على غرار التقدم الميداني الذي تحققه المقاومة اليمنية في جبهة الحديدة، تصارع ميليشيات الحوثي الإرهابية للحفاظ على بقائها في المدينة بأي طريقة. يوما بعد آخر تتعاظم جرائم عناصر الإرهاب، انتهاكات تنقص حياة المدنيين بكل جوانبها، إضافة إلى التعذيب والاعتقال والاختطاف وتدمير المنازل. هذه المرة قصفت الميليشيات الحوثية مركز سيتي ماكس التجاري بالمدفعية وبشكل مكثف، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بما فيه من بضائع تجارية كانت تغطي احتياجات السوق المحلية في المدينة وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات. من ضمن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة هو تدمير مبنى سيتي ماكس التجاري هذا وإحراقه ونهبه بالكامل، وهناك عدة جرائم أخرى تنتهكها الميليشيات وتستمر في الانتهاك. خطوة تسعى ميليشيات الحوثي من خلالها إلى الضغط على المواطنين للالتحاق في صفوفهم، وسبق أن استخدموا المدنيين دروعا بشرية وتحصنوا في أحيائهم السكنية. ليس هذا وحسب، بل تواصل الميليشيات إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية وحفر الخنادق وعمل السواسر الترابية في الأحياء العامة والشوارع بالمناطق السكنية في الحديدة وتحويل المباني إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى إمعانها في ممارسة جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الحديدة. الميليشيات الحوثية تمحن في ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في مناطق سيطرتها بحق المدنيين، في المقابل تتزايد خسائرها في جبهات المواجهات وتحديدا في جبهة الحديدة التي تتكبد فيها خسائر كبيرة في العدد والعتاد. صدرت القوات الحكومية عددا من الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة مران غربية محافظة صعدة. مصادر عسكرية ذكرت أن الميليشيا الحوثية استغلت التهدئة في إعادة التموضع والتصعيد وحاولت شن هجمات في عدة جبهات خصوصا في مران، لكن أبطال القوات الحكومية كانوا لهم بالمرصاد. وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قياديين من كبار مشرفيها في محافظة صعدة وهروب ما تبقى منهم. وسيطرت القوات الحكومية خلال المواجهات على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعددا من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالميليشيات. ذلك تواصل القوات الحكومية التقدم في جبهة دمت بمحافظة الضالع ملحقة الخسائر الجسيمة بميليشيات الظلام الحوثية. مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية سيطرت على تبة ثعيل بمساندة قوات الحزم الأمني بالضالع والمقاومة من أبناء مريس ودمت وجبنة، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العدد والعتاد. وكانت جبهة دمت شهدت قصفا متبادلا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين أفراد القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى في المحور الشرقي، كما شهدت أطراف الحقب اشتباكات متواصلة واشتدت خلال الساعات الماضية. يشار إلى أنه تم وقع خلال اليومين الماضيين 5 أسرى حوثيين بيد القوات الحكومية، وسقط عدد كبير بين قتيل وجريح، كما تم السيطرة على بعض المواقع المطلة على المعرش والآثلة في الجهة الغربية وبعض الأسلحة التي تركتها الميليشيات أثناء فرارها. وينضم إلينا عبر الهاتف من جبهة مريس بالضالع ملازم أول فوزي المريسي
ملازم فوزي، ما هي مستجدات المعارك في جبهة دمت ومدى التقدم المحرز فيها أيضا؟ نعم، المعارك في هذه الجبهة كانت مشتعلة جدا خلال الساعات الماضية بعد أن تمكنت القوات الحكومية من إحراز تقدم في مواقع سعيل وفي المواقع الغربية عبر السلسلة الجبلية المطلة مباشرة على المدينة. المعارك أسفرت عن نصر عدد من الميليشيات بينهم قيادات رفيعة، وأيضا هناك أثر في قبضة أبطال الجيش الوطني نتيجة هذه المعارك. أيضا هناك تدمير آليات حاولت الميليشيات خلال من المواقع التي خسرتها يوم أمس، لكنها وجهت بمقاومة شرسة وانكسرت. هذا الهجوم انكسر كما قلت، وأيضا هناك عوائق كزراعة العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها بكثافة هذه الميليشيا بين منطقتي الحقب والمدينة، أيضا في السلسلة الجبلية المطلة على هذه المناطق. هناك أيضا شهداء في المقابل من قوات الحزام الأمني وأيضا من قوات الجيش الوطني، 3 أو 4 شهداء في معارك الساعات الماضية، بينما هناك أنباء عن مقتل أكثر من 20 من المتمردين الحوثيين. نعم، كيف هي أوضاع المواطنين في المناطق المحررة وماذا أيضا عن النازحين؟ عاد إلى منزله وقد فقد كل مقومات الحياة، لكنه يشعر حاليا بالأمان. الحكومة الشرعية تعمل على إعادة الأمل لهؤلاء. فتحت المدارس في المناطق الغربية التي لطالما أغلقتها الميليشيات وحولتها إلى سكنات خلال أكثر من 4 سنوات. أيضا هناك عمل على إعادة وتأمين بعض مشاريع المياه وتسهيل الحياة لمن عادوا إلى منازلهم في القرى الغربية ومنطقة العيد. لكن هناك أيضا ألغام زرعتها الميليشيات كما أشرنا، أبواب منازل المواطنين تأدت إلى بتر قدماء المواطنين حتى الآن خلال هذا اليومين، وهم يعودون إلى منازلهم وفوجئوا بالألغام منتشرة على بوابة المنازل وتسببت في هذه الأوجاع. أيضا المناطق التي تقع بالقرب من مناطق المواجهات مع الميليشيات، الحالة الإنسانية كثيرا صعبة للمواطنين أهل هذه القرى وخاصة قريتي الحقب وبيت اليزيدي، فموجة النزوح شملت كل المواطنين بسبب القصف الهستيري الذي تشنه وتلجأ إليه الميليشيات لقذائف الهاون عقب كل انكسار مريع وهزيمة تتعرض لها في مواقع القتال. نعم، شكرا جزيلا لك من جبهة مريس للضالع ملازم أول فوزي المريسي. إلى ذلك، تنظيم مشاورات ستوكهولم بين الوفد الحكومي ووفد ميليشيات الحوثي الإرهابية بين شد وجزر بشأن تسليم ميناء الحديدة سلميا ومناقشة موضوع الأسرى والأوضاع الإنسانية، لكن فرص النجاح تبدو ضئيلة بفعل تعنت الميليشيات واستمرار انتهاكاتها. لليوم الثالث على التوالي تستمر جولة المشاورات بين الوفد الحكومي وميليشيات الحوثي بالعاصمة السويدية ستوكهولم بعد تصاعد العمليات العسكرية ضد الميليشيات وخصوصا في الحديدة، إلى جانب تفاقم الحالة الإنسانية، ليسعى المجتمع الدولي إلى إيقاف المواجهات في الحديدة وهي أهم جبهة كبدت الحوثيين خسائر فادحة وباتت تهدد مشروعهم العنصري بالزوال، في حين تبدو معالجة الحالة الإنسانية متعذرة لضعف المساعدة المقدمة لليمن وعدم القدرة على إيصالها إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بقوة السلاح. في كل مرة يبدي الطرفان استعدادهما للسلام، إلا أن الميليشيات الحوثية تستمر في ممارسة عملياتها الإجرامية بحق المدنيين في نطاق سيطرتها وخصوصا في الحديدة، وتتعمد جعل المدنيين دروعا بشرية لرفع كلفة الفاتورة الإنسانية وتحقيق أطماع سياسية من خلال استعطاف المجتمع الدولي. المشاورات وبعد 3 أيام خلصت إلى تشكيل 3 لجان بين الفريق الحكومي ومكتب المبعوث الأممي، وهي لجنة تتعلق بالأسرى والمعتقلين وأخرى تبحث فك الحصار عن تعز،
ولجنة تناقش الوضع الاقتصادي، في حين يتساءل المتابعون إذا كان ملف المعتقلين قد استغرق 3 أعوام ليصبح على طاولة البحث الجدي، فما الذي سيحتاجه ملف تسليم السلاح والبدء بالخطوات السياسية ليتحول إلى حقيقة حتى يمكن الحديث حينها عن نهاية الحرب وتحقيق السلام؟ الجولة الجديدة تناقش ما كان يفترض أنه قد تم الاتفاق عليه من مفاوضات جنيف عام 2015، وهذا يعطي مؤشرا سلبيا في المفاوضات التي توقفت حينها. وعلى الرغم من أن غالبية المواطنين لا يتوقعون الكثير من هذه المشاورات، إلا أن البعض يرى أنها فرصة لحل الوضع الذي يراوح مكانهم منذ أعوام، والذي قاد إلى تدهور الاقتصاد وزاد من تعقيد الوضع الإنساني في البلد بشكل كارثي، ألقى بظلاله على الشعب اليمني. وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من السويد الصحفي أصيل سارية. أصيل، أطلعنا على مستجدات مشاورات السويد. مرحبا بك وبجميع المشاهدين. اليوم انطلق اليوم الثالث لمشاورات السلام في السويد، هناك الكثير من الأحداث التي حدثت. وفقا للمعلومات التي وصلت إلى غرفة مشاورات السويد، غرفة أخبار مشاورات السويد اليوم، فقد تم الاتفاق رسميا على تبادل قوائم الأسرى بين وفد أنصار الله ووفد الحكومة الشرعية. يوم غدا سيتم تسليم الكشوفات، على أن تأخذ هذه العملية من شهر إلى شهرين تحت رعاية مباشرة من الأمم المتحدة، ويكون الصليب الأحمر هو الطرف المنفذ والمتابع لتبادل الأسرى. أعتقد بنسبة كبيرة أن هذا ملف الأسرى قد أنجز بشكل كبير، وقد أنجز بتوافق بين الطرفين. الموضوع الآخر هو موضوع تعز، اليوم اجتمعت لأول مرة لجنة. نعم، لازلنا في موضوع الأسرى، هل سيشمل جميع الأسرى والمعتقلين أيضا لدى من اللجان التي تم تشكيلها، وكيف سيكون التنفيذ؟ نعم، الأسرى شاملة لجميع الأسرى والمعتقلين. نعم. شاملة حتى للجثث، شاملة لكل من هو معتقل لدى الطرفين، وشامل من هم المعتقلين حتى في خارج اليمن لدى دول التحالف. هيا لازلت معنا؟ يبدو أن الاتصال انقطع، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. خبير بريطاني يؤكد ضلوع إيران بتزويد الميليشيا بالألغام وأهمية وضع الخطط والخرائط لنزعها. الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، والأمين الأمين عارف عوض زوكا، وكل شهداء 2 ديسمبر 2017 واجهوا الموت ليحيى الشعب. مدير العمليات في مؤسسة بحوث التسليح البريطانية كارا الخبير الدولي غوناليف ضلوع إيران المباشر الكبير في رفض ميليشيات الحوثي بالألغام وتدريبها على صناعة الألغام المحلية الصنع بأعداد هائلة. وأكد ليف في تقرير بعنوان الألغام والعبوات الناسفة المستخدمة من قبل ميليشيات الحوثية في الساحل الغربي خلال الندوة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أهمية وضع الخطط والخرائط لنزع هذه الألغام. ووثق التقرير في آخر نزول ميداني إلى اليمن في يونيو الماضي جميع الإلكترونيات في العبوات الناسفة المتحكم بها عن بعد، بما في ذلك أجهزة استشعار BLR وأجهزة الإرسال التي استخدمتها الميليشيا الحوثي الإرهابية بالساحل الغربي، مؤكدا
أن تصميمها وتركيبها متطابقة تماما مع المواد التي سبق وأن وثقتها كار في بلد المنشأ إيران، وتم تصنيعها في عام 2008. البنك المركزي اليمني يؤكد أن تغطية اعتمادات المواد الأساسية محددة بسعر 440 ريال لنيو انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات العالمية الأخرى. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في ملفنا الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة، والبداية بشأن المحلي، حيث أكد البنك المركزي اليمني استكمال تغطية اعتمادات المواد الأساسية المستوردة وخصوصا مادتي الأرز والقمح بمبلغ 52 مليون دولار، مشيرا إلى أن البواخر سوف تغادر موانئ دول التصدير الاثنين. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أن معاملة جميع الدفعات من الثامنة حتى الحادية عشرة بالسعر المعلن عنه 440 ريالا للدولار، وأن هذه الأسعار مستقرة. وأضاف أن البنك سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربة، مشيرا إلى أخذ تعهدات منها، وفي حال عدم تنفيذها سيضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأكد محافظ البنك استقرار احتياطات البنك المركزي الخارجية بمبلغ 2,700,000,000 دولار، بما في ذلك الوديعة السعودية والتي لم يسحب منها سوى 356 مليون دولار فقط. قال خبراء اقتصاديون إن التراجع الحالي في قيمة العملات الأجنبية لا يعكس تعافيا حقيقيا للريال اليمني الذي قد يعود للانهيار وبشكل متسارع متجاوزا آخر سعر وصل إليه. وأضاف الخبراء أن اليمن لم يعد يمتلك اقتصادا أو إيرادات تغطي احتياجات الدولة، ويحتاج إلى برنامج تعافي حقيقي لاستعادة نشاط القطاعات الاقتصادية وإصلاح وتجديد البنية التحتية الخدمية والاقتصادية. وعاود الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام الريال اليمني ليرتفع فوق حيز 500 ريال بعد أيام من التحسن، ليتراوح سعر صرف الدولار بين 515 و530 ريال، فيما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 130 و135 ريال. أكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض أسعار الصرف لا بد أن يقابله انخفاض بأسعار السلع وفقا لقيمة الريال وما يقابله من عملات صعبة، مشيرين إلى أن استمرار الأسعار على ارتفاعها السابق سيمكن التجار جني المزيد من الأرباح التي ستتحول إلى كتلة نقدية سيستخدمونها في المضاربة على العملة من جديد، وسيعود الطلب يزداد، وبالتالي تعود المشكلة بشكل أصعب. ويشكو المواطنون في العاصمة صنعاء ومختلف محافظة الجمهورية من بقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة باستثناء انخفاض طفيف في بعض السلع الغذائية، حيث لم تعد الكثير من السلع في متناول الجميع، وبات الأغلبية من المواطنين يعانون ظروف معيشية صعبة جراء ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل وانقطاع مرتبات الموظفين منذ أكثر من عامين. يأتي هذا في وقت حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل، وأن أكثر من 12 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. يتجه الدولار الأمريكي إلى مزيد من التراجع إثر صدور تقرير الوظائف الأمريكية وازدياد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وصد تكهنات بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي مسلسل رفع الفائدة المستمر منذ 3 سنوات. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة عند 96.83 على أساس أسبوعي، وقد يتجه لتسجيل أكبر انخفاض في أكثر من شهرين. وقد استقر الدولار مقابل اليورو عند دولار وأكثر من 13 سنتا. وأخيرا، تتأهب العاصمة الفرنسية باريس لسبت أسود جديد يتوقع أن يكون على منوال أيام السبت الثلاثة الماضية، حيث اندلعت حالة من الفوضى والشغب واجهت الشرطة بعنف واعتقالات. ويواصل متظاهرو السترات الصفراء إلى الأسبوع الرابع على التوالي احتجاجاتهم على ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت الحكومة الفرنسية إنها نفذت أهم مطلب لأصحاب السترات الصفراء، وهو التراجع عن رفع ضريبة الوقود والتي كانت السبب الرئيس والمباشر لاندلاع الاحتجاجات بقيادة السترات الصفراء التي تتهم الرئيس ماكرون باتخاذ قرارات اقتصادية لمصلحة الأثرياء.
نهاية النشرة تذكيرنا بأبرز ما جاء فيها. تواصل فعالية إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم الصالح ورفيقه الأمين وشهداء انتفاضة الثاني من ديسمبر. الميليشيات الإرهابية بين المشاركة في مشاورة السويد واستمرارها باستهداف المدنيين وتحويل منازلهم إلى القنات. القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في عقبة أمران بصعدة وتب الثعيل في الضالع. شكرا لحسن المتابعة.